يا نهار اسود يا نهار اسود، وانت ليه تحط نفسك الحطه دي يا غاليه؟ ليه؟ دي ناس تقيله مش زي اي ناس قابلناهم قبل كده. اعمل ايه بس؟ انا ما فكرتش غير في حاجه واحده بس، ان دي الفرصه اللي هتخليني اقدر اعمل عمليه لابويا. الوقت بيعدي وابويا حالته بتتدهور، والدكتور قال لي انه حياته في خطر. تقومي تتصرفي من دماغك من غير ما تشوريني؟ طب حطيني معاك يا غاليه. اه ده اللي حصل بقى يا عبد الله، اعمل ايه؟ انا كنت فاكره ان الراجل ده هينخ لما يعرف ان معايا الفيديو، بس ما خافش ده بالعكس كان بيتكلم بعين قويه قوي وشكله كده ناوي على نيه سودا. ده كان بيقول لي في التليفون يا اسطى غاليه، يعني عرفني من صوتي. زي ما ترسي عنده قيلها، وانا في ظهرك واحميكي بروحي، وخلي اي حد منهم يمس شعره منك هطير رقبته. دي اغلى حاجه في الدنيا يا غاليه. ربنا يخليك لي يا اخويا. التليفون ده لازم تخفيه في مكان امين. طول ما الفيديو معايا مهران الشيمي مش هيعمل اي حاجه، هيفكر مليون مره قبل ما يتصرف اي تصرف. راضي، انا عايزك تخلص من غير دوشه. مش عايزك تقلق. ومن غير غشوميه، البت معاها فيديو. مش عايزك تقلق خالص، هي دي اول مره. انا هخلص القصه ديت ومن غير اي ديل وبالشكل اللي يليق بالزعامه. لا، انا عايزك تمشي على دماغي انا، ما تشغلش دماغك انت خالص. هو في احلى من دماغ الزعامه برضه؟ اوامر. امسكها يا غالي، خلي التليفون ده معاكي. التليفون ده كان معايا بس ملوش عايزه، خليه معاكي بدل تليفونك اللي احنا خبيناه. ابويا كان دايما يقول لي انا محوش عبد الله للثمن، الفلوس بتروح بس انا بربي راجل عشان يبقى سند ليا وظهر في الدنيا، وهو طلع معاه حق. جمال ابويا حنفي مغرقاني، كفايه انه كتبني على اسمه وعمل لي شهاده ميلاد، كان زماني دلوقتي مرمي في الشارع. عمري كله مش هوفي له حق. عليا ده اهم حاجه دلوقتي، لا تروحي كده ولا كده، ما تتحركيش بدون علم يا بنت الناس. حاضر، بس انا مش عارفه احنا هنعمل ايه في المصيبه دي. مش هنعمل حاجه. مش انت قلت المهران ده انك هتكلميه تاني؟ ايوه، بس انا مش مرتاحه، حاسه كده ان هو بيدبر لي في حاجه. ولا يعرف يعمل حاجه. انا مبلغ العيال في المنطقه لو اي حد غريب دخل يقولوا لي. احنا هنستنى الصباح رباح ونشوف الدنيا فيها ايه. معلش يا عبد الله، انا سحلتك معايا في ليله مش ليلتك خالص. يا غاليه، ليلتك هي ليلتي. اسمي غاليه ده مش اسمه بس، دي معزه. وبعدين أنا اللي مسميكي غالية وإحنا عيال صغيرين، ولا نسيت ولا إيه؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ ربنا يخليك ليا ويقدرني إن أكون سند ليك، يا أجدع وأحن أخ في الدنيا.